اسمي محمد قاسم احمد قاسم، جاي من اجل الظلم، سرقوا فلوسنا اول حاجه، تاني حاجه المعاش مش مكفي، مش مكفي، هنشحت جايب لنا 10%، تعمل ايه 10%؟ اتحاد المعاشات النهارده عامل اضراب عن الطعام واعتصام، له اربع مطالب: حلاوه دوريه ثابته في يناير من كل سنه، حلاوه حسب التضخم اللي بيحصل في الاسعار الموجوده، وعرضناها بقياده استاذ البدري فرغلي رئيس اتحاد ائتلاف اصحاب المعاشات ب 50%، والحكومه لم تستجيب حتى الان، بل خرجت علينا النهارده في جريده الجمهوريه بان في 10% بقرار جمهوري. هنا التامينات قالت علاوه اصحاب المعاشات لن تزيد عن 10%، الكلام ده كان يوم 5 شهر ده، خلاص الجريده بقى بتاعت امبارح لما لقت ان في اعتصام وكده، فقالت التامينات تؤكد علاوه المعاشات لم تحدد حتى الان. ازاي هم اللي ازاي ما تحددش لحد الان، وازاي قبل كده قايلين انها 10%؟ انت زيد 10%، قال 15. لا لا يعني بناش الجلاد والنيل. طب خد يا عم الاستاذ مصطفى نايل، جميع جميع المحطات الخاصه تتبنى قضيه المعاشات، فاضل شهر على المرتب الجديد ومفيش قانون طلع في مجلس الشورى ولا ناقشوا حتى اللي يهم 9 مليون واحد على المعاشات، واسرهم يعني 25 مليون في المعاشات بياكلوا مين فلوس المعاشات؟ هل تتخيل ان موظف معاشات بعد 40 سنه ياخد 1200 جنيه ربعهم خدمات ما بين نور وميه وكذا وفطار وغدا وعشاء، يصرف ازاي؟ اصحاب المعاش هم الذين بنوا هذه البلد وبنوا هذا الوطن، فيجب ان يكون لهم نظره اكبر مما تنظر لهم هذه الدوله. فماذا تعني علاوه لا تعادل نص كيلو لحم؟ العلاوه 10% هذه لا تكفي جزء بسيط جدا من ارتفاع الاسعار الذي يتوالى يوميا. حاج هلال البراغي رئيس نقابه اصحاب المعاشات الفرعيه بالاسكندريه. تتضمن اولا المعاشات في اسكندريه بل على مستوى الجمهوريه لها عده مطالب. اولها الغاء قانون 135 لسنه 2010، الغاء نهائي وعدم تجديد هذا القانون. هذا القانون لن يخدم المجتمع المصري. اثنين، الرجوع الى قانون 79 لسنه 75. ثلاثه، قانون 130 لابد من اظهاره بالمعامله الحسابيه. الذين خرجوا على المعاش المبكر لهم حقوق في هذا القانون. المعاملات الحسابية ليست 1/90 على 100، بل المعاملات الحسابية 1/45 على 100.